يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر في الإجازة الصيفية إقامة المهرجانات التي تقام بقصد الترفيه ويحصل فيها، يقول يكثر في الإجازة الصيفية إقامة المهرجانات التي تقام بقصد الترفيه ويحصل فيها ألعاب السيرك وإحضار أشخاص يقوم بعضهم بالمشي على الحبال وسحب السيارات بشعره وأكل الجمر وغير ذلك من الأمور، علما بأن بعضهم تظهر على سيماهم الصلاح، فما حكم فعلهم هذا؟ هذا من الشيطان، هذا الفعل من الشيطان. ما أحد يأكل الجمر ولا أحد، أنا أتحداه أن يشرب منحار، ما يشرب منحار، لو تجيب له منحار تصبه بثمه صح، أو تجيب له جمره وتضعه على رجله يصيح، فكيف يأكل الجمر؟ يكذب، لكن يظهر للناس أنه يأكل الجمر وهو في الحقيقة ما يصل الجمر إليه، الجمر ما يصل إليه ولا إلى جسمه. كذلك السيارة هو بجنبه ما هو بتحته، يكذب يظهر للناس أنه حتى هو بجنبه ما هو بتحته، من باب التسجيل على الناس. ولا قل له خلاص تجرد من خرافاتك هذه وانبطح على الأرض وخلى مرض السيارة على ظهرك يطيع، ما يطيع أبدا. اللي يطعن نفسه بالسيف أو بالسكين قل له أنا بجيب سكين صغيرة وبطعنك فيها، ما يطيع، لأنك أنت ما تبتشعور، أنت حقيقة تطعنه حقيقة وهو يطعن طعن ليس حقيقيا وإنما هو تبجيليا، ففي فرق بين هذا. ولا يجوز للمسلمين أن يقروا هذا الشيء، ولو كانوا يسمون هذا من الحيل ويسمونه من الفنون ويسمونه ما يسمونه، يعني نفتح الباب للسحر، نفتح الباب للشعوذة، هذا أمر لا يجوز. يجب على ولاة الأمور منعه، يجب عليهم منعه في الحال، وأن لا يقر ولا أحد من طلبة العلم يسكت على هذا الشيء. نعم.